ازيكم يا شباب؟ طبعا هنلعب لعبة سكور وبوكس. طبعا يا جماعة برضو معايا. هو انت في كل الفيديوهات معايا؟ انا في اليوم مش هعمل فيديوهات تاني، 3 فيديوهات كفاية. ليه عادي يعمل براحته؟ بص يا جماعة هو هيعمل براحته يعني. لا مش قادر، تعبت من كسل. ما احنا كسلانين بصراحة. يعني هو احنا كسلانين بجد ومتخلفين كمان. ايه انا اعرفه كده. انت ضحكة قوي. شكرا. جو حار جدا. ماما بصوا اوعوا تنسوا تشغلوا التكييف. او 5 تكييف. 5 تكييف ليه؟ مفيش كده في الاوضه ده. ليه؟ المفروض 1، إلا 5 تكييف. ناس تعي. ماب جديدة دي. والله بتعمل التحديث. هي أنا ما بحبش وأنا بصراحة. الولد بيحبوا دي الولاد أصلا. انت عارفة ده بيلعبها كام؟ ممكن تقولي نزلها؟ اقول لك كام؟ 5 مليون كده. لا اكتر طبعا، 100 مليون. 100 مليون؟ انت عارفه بجد ممكن يبقوا كام؟ ممكن تقولي 20 مليون كده. اكتر. بيلعبوها ولا بينزلوها؟ ينزلوها ويلعبوها كمان. طبعا يا شباب وبود ده حديث قوي. بصوا عمل اختفاء. لا 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 ولا قاعد بيته في الهواء. كان دي شقه وسرعتي بتزيد كمان في اللعبه. لا بشوفك بس مش بيضربك صح؟ اه بيبقى لوني برتقاني. وبود حديث قوي. ده بكام ده؟ كام؟ تقريبا كده بفلوس حقيقيه. ازاي؟ ما انا عندك ازاي؟ انا ازاي؟ جالي في قسم الهديات، جبت هديه جالي قوي، جالي وجود ده. لا انا دورت بفلوس حقيقية، دورت كل مكان بفلوس او بطريقة تانية ما لقيتوش، فبفلوس حقيقية مدام كده. بس مش كتير قوي. معلش عرفني، هو انا بقالي قد ايه بلعبها؟ انت بقالك سنين بتلعب بالروبوت؟ اه. كم سنة؟ كم سنة؟ 3. يا سلام. انا بقالي 3 سنين منزلها. ومعاكي بقالنا 3 سنين بنلعب روبلوكس. لا أربعة. لا يا لهوي. 2000؟ لا تقريبا 2018. هي روبلوكس مصنوعة تقريبا من روبلوكس اتعملت 2006 تقريبا. 2006 قبل ما انا اتولد. كده مش هقول صراحة. ايوه قبل ما انا اتولد ب 100 سنة. 100 سنة ليه؟ والله هو ليه؟ احنا في سنة كام دلوقتي؟ في سنة 3000 ولا ايه؟ بس ايه؟ بس تعملي خيار. خلاص ركز على الفيديو. ركز على الفيديو. ما انا مركز اهو، مركز وراشق سناني فيه اصلا. يلا يا سواريك بقى، ما تكسليش. هوبا انا هايل. يلا الميديك ميديك ميديك. مين بيحب الميديك؟ اوبس. اوبا هات ال... طبعا يا جماعة ربي تكوني سامعيني اساسا. يا لهوي يا ولدي، اتعصبت وشكلي هجيب العملاق يفزعوا معلقة بقى ما يحلموش بيها. اصلا الضوء خلص. انت عامل فيها روبوتاتك جامدة، وروبوتاتك اساسا يعني تفهم والله جامده. لا
انت عارفه انا جايب وبوت بكام؟ ده انا هاخد بالشكشن. كاسه ايه؟ علقه ايه؟ علقه موتي. علقه موت يا لهوي. مليون شباب على شكل كده هرجع. بقول لك انا خسرت مليون في اللعبه عشان الروبوتات. يعني بقى معايا 7 مليون. ليه؟ كانوا 8 مليون. طب انا معيش 500 جنيه في اللعب اساسا. لا في اللعبه دي الدور الواحد ممكن يديكي بال 100,000 كده. ايه؟ 100,000؟ اه ده انا في اللعب باخد بالجنيه بالفلوس ونص يعني. لا اصل اللعبه دي اقول لك الروبوت قد ايه؟ شايفه انت ممكن تبيع قد ايه؟ شايفه دي؟ انت عارفه انت قد ايه؟ انت ممكن تقولي مثلا انت قد مثلا الطلقه اللي طلعت. طلقه؟ اه اصل دي طلقه عملاقه. انا بتكلم في حق. انت بتتكلم في حق حقيقيه؟ لا في اللعبه. لو انت في اللعبه هيبقى حجمك قد ايه؟ مش هي. باي باي. ايه انت بتبيع كيس خيار؟ كيس خيار انا مش فاهمه. انا بحب كيس خيار بقى حلو. لا ده كده هكون مش مزودة خالص. هتكون اجري يا نهار اسود. يا شباب اللعبة دي عشان جامدة قد ايه؟ جامدة قد الفيل فيل. يا شباب الدرع الاصفر ده انا طلعت خطا. ده طلع اهو بيخلي الليزر ما يدخلش ما عدا الليزر الجامد بتاع حاجات تانية. لا في ليزر موجود. الليزر موجود. الليزر ده ما بيدخلش. اي ليزر ما بيدخلش. ايه في ايه؟ ايه شباب يلا نكمل. في ايه؟ كم ده جاي؟ والسلام. ده كام كده؟ كام كده؟ ثانية واحدة. ثانية شباب يلا نكمل. انا طبعا قعدت في الهدوء كده شويه عشان حاسس ان انا اتكلمت كتير. الساعه كام؟ وانا اشوف لك كمان الساعه كام. ثانيه انا الساعه 10. انت بتعملي ايه الساعه 10؟ حد يعمل كده؟ لا هنفعل ان شاء الله.
هنتدمر ليه؟ يوم يتدمر. يوم اتدمر يعني ايه؟ مش كفاية السنايبر ده؟ السنايبر ده انا بقى. انت بتتكلمي في الليزر وانا بتكلم في السنايبر. طبعا يا جماعة احنا بني ادمين. امال احنا ايه؟ احنا بنحب جدا نقول طبعا يا شباب، طبعا يا شباب، طبعا يا جماعة، طبعا يا جماعة، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه الكلام ده؟ خلاص معلش بقى، بصدع من الكلام ده. بصدع؟ اجمل كلام في الفيديو. بعض اهلا اصدقاء الكلام جميل. هقول لك حاجة، يا رب رورو يوصل لعشرين مشترك، يا رب امين. طب يا رب انا اوصل لمية مشترك يا رب. ما انتي 60 مشترك، هو انا اللي فقيرة وانتي مش فقيرة؟ 60 بالنسبة اللي عندهم ملايين، انا بالنسبة لي انا كده يعني هوا، يعني انا عندي مشتركين هوا كده، بس ما زلت بحبهم جدا، يعتبروا مشتركين كتار بالنسبة لي عشان انا نوب. شباب انتوا عارفين لو وصلت ل 6 مشتركين ليه؟ معرفش بقى هعمل ايه. جماعة مش عايزين ننقص اي مشتركة عشان احنا بجد بنزعل ونقعد يعني المشترك الواحد اللي بيقف منصوت منلطم. لكن الخمسة هنلطم خالص، هنلطم 100 مرة نلطم. بس ده احنا ممكن نسيب اليوتيوب. نسيب يا ربي؟ لا لا لا، ده اليوتيوب دي جميلة اوي، انا اساسا بحب اعمل فيديوهات اليوتيوب عشان الناس تقعد تتفرج ويعملوا تعليقات. بصراحة هي هو ده السبب اللي عملته. كمان انت كمان طبعا. شباب يلا نكمل. حام انا اتسلقت، جبتك العضلات. لا 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 اصلي انت ايه؟ 12 دقيقة المستني ايه؟ طب ينفع الضوء ده 3 دقايق بس والشباب هيخلص؟ طبعا يا جماعة والفيديو هيخلص. ايه الفيديو ده كده؟ ده احنا عملنا كتير اوي صح؟ 3 كتير. انا بعمل بالخمس دقايق كده اشياء جدا. قوليلي بتحبوا لعب ايه وانا اعمل لكم. هاي بتقول؟ قوليلي بتحبوا هما يقولوا يعني؟ ما قوليلي على القناة. طبعا انا خلاص خلاص. ايه؟ كيلو بامية. القطة عامية. هي هي شباب يلا نكمل. بعد الدور ده هيكون الفيديو خلص. دورين كفاية عشان الدور الواحد 9 دقايق. لا يبقى كده الفيديو يبقى 18 دقيقة. 18 لو فيديو، لو فيديو واحد تسع. لو لا ما في الدور اللي فات احنا فزنا فالوقت ما لحقش يعدي والتانيين ماتوا خلاص، فمين هيلعب تاني؟ الشبح؟ انا اصلي ما بعرفش في اللعبة دي خالص، ولا اعرفها ولا عايز اعرفها اصلا. شباب جربت انزلها اساسا ما عرفتش اعمل اي حاجة ومسحتها. هستنى بس عشان لو قفلت الدور والعيال كده مش هاخد فلوس، بس انا لحد ما الدور يخلص. انا معايا 100 مليون كوين في اللعبة دي. 100 مليون؟ انت مش منزلها اصلا. بالظبط انا كنت هقول لكم ان انا بهزر بجد. انت قبل كده نزلتيها ثانية واحدة بتاع 10 دقايق، نص ساعة ومسحتها. نص ساعة؟ نص ساعة بحالة؟ ده كتير اوي كده. نزلتها يوم يا ابني. يوم؟ نعم. نزلتها يوم وما لعبتهاش اساسا غير 5 دقايق ومسحتها. لان احنا ما عرفناش نقابل بعض. دي المفروض تقريبا اونلاين.
ما هي طبعا. والله امال بنت امال ده ايه؟ ده ايه الانسان ده ايه؟ ده بوت بوت ما لا ده انسان يا ماما، حاسين على اللخبطه. لال الدونو شخلص فاضل اهو ثواني كام كام، استنى كده 30 ثانية نص نص دقيقة. طبعا يا جماعة احنا نتكلم صعيدي بس بهزر بجد. صعيد جماعة احنا هنغرف لكم كيلو بامية وانا هنغرف كمان القطة عامية. خلاص باي يا جماعة باي.